الفلفل الحار ليس مجرد مكون عادي نضيفه إلى الطعام لتحسين نكهته، بل له فوائد صحية كثيرة على عكس ما يتوقعه البعض. للفلفل الحار القدرة على معالجة حالات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامين سي الضروري لهذه الحالة المرضية. يعد هذا النوع من الفلفل مصدراً مهماً لأصناف كثيرة من الفيتامينات مثل الفيتامين A, B6, E وK، بالإضافة إلى احتوائه الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، لذا فهو ذو منافع كثيرة للجهاز التنفسي والمناعي وكذلك مكافحة الالتهابات المختلفة. نظراً لغنى الفلفل الحار بالفيتامينات، فهو ذو فوائد للعظام والعضلات وتحديداً عضلة القلب، إذ يشكل هذا العنصر الغذائي عاملاً وقائياً من الإصابة بالأزمات القلبية ويمنع جلطات الدم وتصلب الشرايين. يساعد الفلفل الحار على خسارة الوزن الزائد لأنه يحتوي مادة الكابسيسين التي تساعد على تسريع عمليات الأيض عبر رفع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل طفيف، ويساعد على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم وخفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، كما يمنع تكون الدهون الثلاثية. بالإضافة إلى ما سبق، تلعب مادة الكابسيسين دوراً مهماً في تسكين الألام المختلفة، لذلك قد يساعد الفلفل الغني بهذه المادة على تخفيف ألام الرأس. يساعد تناول الفلفل الأخضر الحار بانتظام على الوقاية من أمراض العيون التي قد تظهر مع التقدم بالعمر وخفض فرص الإصابة بها، خصوصاً مرض أعتام عدسة العين. من فوائد الفلفل الأخضر الحار أنه قد يكون له تأثيرات إيجابية ملحوظة على البشرة عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن، فهو يحتوي نسبة عالية من العناصر الغذائية خصوصاً فيتامين سي التي قد تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة والوقاية من التجاعيد وعلامات التقدم في السن. ولكن مع كل هذه الفوائد يحذر أطباء من المبالغة في تناول الفلفل الحار، لأنه في هذه الحال يزداد خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما يؤدي الإفراط في تناوله إلى تهيج الأمعاء والارتجاع المعدي، ويمنع إطعامه نهائياً للأطفال الذين يقل عمرهم عن السنتين.